حياكم الله مشاهدينا من جديد في روح الاتحاد. دائما ما مثلت هذه المنطقة رافد من العالم يعني مثل جسر عبور وتواصل بين ثقافات وحضارات مختلفة، وخاصة في الجانب التجاري والاقتصادي. فعلا دائما هو اهتمام أو محط اهتمام كثير من النقاد والمهتمين بالتطور الاقتصادي، وكيف ممكن الإمارات نقلت هذه التجربة من محليا إقليميا إلى اليوم هي تجربة تعتبر عالميا. اليوم معنا طبعا أحد الدارسين والمهتمين بتجربة أو يعني التركيز على تجربة الإمارات اليوم كنموذج ناجح اقتصاديا، معنا الأستاذ منذر فيصل محمد من البحرين الشقيقة، أحد الأكاديميين في مجال الاقتصاد وأيضا الفائز بالمركز الأول في السيناريو الأكاديمي من جامعة شيفيلد الأم ببريطانيا عن رسالة ماجستير عن دور التسويق في جذب الاستثمار الأجنبي في الإمارات. رحب فيك يا مهديك. رحب فيكم وتشرفني اليوم أكون معك أخوي رافد وأختي صفية في برنامج روح الاتحاد. أهلا بك أستاذ منذر. طبعا بداية يعني حضرتك قدمت هذه الرسالة في جامعة شيفيلد هالم البريطانية، وخلنا نتحدث عن طبيعة هذا البحث وما سبب اختيارك لهذا الموضوع بالتحديد للدراسة. طبعا البحث تناول موضوع دور التسويق لاتباع دولة الإمارات العربية المتحدة في جذب الاستثمار الأجنبي مع تحديات إكسبو 2020 كأهم محور للبحث. وحوز البحث على جائزة أول بحث أكاديمي من نوعه في بريطانيا، والنتيجة الأول على الدفعة بين 300 طالب وطالبة في بريطانيا وأوروبا. وحاليا طبعا البحث في طور النشر في بريطانيا كأول مقال أكاديمي في نفس الموضوع مع الدكتور أحمد شعلان من جامعة هال. طبعا سبب اختياري للموضوع بساطته، التطور العمراني وتطور الاقتصاد الكبير في الإمارات في آخر 10 سنين جعل الإمارات مصنفة من 10 أكبر أسواق واعدة في العالم، حيث جذبت 14.4 بليون دولار من الاستثمار الأجنبي، وأيضا فوزها مؤخرا طبعا بإكسبو 2020 اللي متوقع أنه يجذب 25 مليون زار خلال فترة الإكسبو. طبعا لازم نذكر أيضا المشاريع المتميزة في الإمارات اللي رسمت وسوف ترسم اسم الإمارات الخارطة العالمية، مثل برج خليفة، ميدان وان دبي، دبي ووتر كانال ومتحف المستقبل. هذه المشاريع وتطور الكبير في الإمارات جعل السوق الإماراتي مطمع أي باحث أن يبحث عنه. طيب أستاذ، أنت قدمت يعني هذا البحث بهدف البحث والتمحيص عن الأسباب والقاعدة اللي انطلقت منها الإمارات، ولا أيضا أنت تقدمها كنموذج ممكن يحتذى به؟ أنا أقدمه كنموذج أن ممكن دولة الإمارات تطبق هذا البحث فعليا في التطور مع إكسبو 2020. طبعا البحث خذ بعين الاعتبار التحديات الكبيرة اللي السوق العالمي قاعد يواجهها، مثل عندك مثلا مؤخرا نزول سعر البرميل من 100 دولار إلى 30 دولار، وشنو هذا ممكن يأثر على السوق الإماراتي أو السوق الخليجي ككل، وخذنا أيضا بعين الاعتبار شنو المشاريع اللي ممكن الإمارات تستفيد منها في المستقبل. يعني منذر، يعني لما نتكلم عن هذه الرسالة ولها عمق كبير ولها بعد كبير، يعني خاصة اقتصاديا، خاصة أنك اليوم قدمها لبلد اقتصاده يعني له تاريخ كبير وطويل جدا، المصادر اللي رجعتها اليوم هل هي مصادر محليه عالميه؟ يعني خبر عن تنوع المصادر. بين شرط ماجنا بين المصادر يكون محليه وايضا عالميه. طبعا اتبعنا نموذجين في تجميع المصادر. النموذج الاول هو البحث العملي، صورنا 5 مقابلات تصويريه في بريطانيا، الاولى مع رئيس جهاز ابو ظبي الاستثماري في لندن الاستاذ سالم المهيري، المقابله الثانيه مع مستثمر اجنبي اللي هو جون جراهام مؤسس شركه جو اوت دورز، اكبر شركه في بريطانيا للاوت دور اكويبمنت. طبعا هذه الشركه دخلها في السنه يفوق ال 250 مليون جنيه استرليني، وحاب انه هو يدخل السوق الاماراتي كمستثمر اجنبي. وايضا خذينا اراء 3 دكاتره اكاديميين في طور الموضوع. أيضا خذينا استبيان حاز على 750 مشارك خلال 10 أيام من 50 دولة. والنموذج الآخر اللي هو مقالات وكتب من 1976 إلى اليوم، مثل عندك اللي هو الفيرنن 1976، وأيضا استندنا لكتب رؤيتي واللي هو سبيرت أوف ذا يونيون لكتب الشيخ محمد بن راشد. فجمعنا المصادر العلمية الإنجليزية مع المصادر المحلية وحاولنا نستنتج شيء جديد. بس أنتم كانت دراستكم على آخر 10 سنوات، يعني اللي هو النمو الاقتصادي في اخر 10 سنوات الى خلينا نقول اكسبو 2020. الى اكسبو. نعم. طيب، انطلاقا من هذه الدراسات اللي قمتم بها، يعني وذكرت حضرتك ان هناك الكثير من التحديات العالميه اليوم اللي تعيشها المنطقه بشكل عام وتتاثر بها اكيد، كيف دوله الامارات قدرت انها تتعامل مع هذه التحديات وتستثمرها لصالحها في السوق؟ الامارات اليوم تعددت في الصناعات، ما تعتمد على النفط،
في بعض دول في الخليج اليوم يعتمد على النفط بنسبة أكثر من 80%، ما يشكل خطورة كبيرة للمستقبل. طبعا مع نزول أسعار النفط في الآونة الأخيرة أثرت على هذه الدول بشكل كبير، ما زاد الدين العام والعجز. الإمارات اتجهت للطاقة المتجددة، أنشئت مدينة مصدر في أبوظبي اللي تسمى The City of Possibilities للطاقة المتجددة لتقليل الاعتماد على النفط. رؤية الإمارات 2021 تهدف أن اعتماد على النفط يكون 5% من 30 اليوم، نوصل ل 5% في 2021، وهذا هو الطريق الصحيح. أنت تنشر الوعي، ليش تبي توصل لهذه الرؤية في 2030؟ شنو تبي توصل؟ شنو التحديات اللي بتواجهك؟ شنو لازم تطورة من نفسك عشان توصل؟ الشيخ محمد بن راشد في مقابلة بي بي سي قال هناك أخطاء، احنا اليوم سوق ناشئ قاعد نتطور، نبي نتعلم، فالاخطاء وارده، ومن الخطا راح نتعلم ان احنا نكون متميزين، نوصل نكون اول دوله في العالم في هذا التميز وفي هذا التطور، ونقدر ننافس دول مثل المانيا واليابان. منذر، انت تعمقت بشكل كبير في يمكن في التاريخ الاقتصادي الاماراتي. نعم. هل ترى انت اليوم كباحث خلينا نقول في هذا المجال اليوم، نعم، هذه التجربه الامارات ممكن تطبق في دول الخليج يعني اقتصاديا، بما ان نعم يعني اليوم الخليج عنده قوه اقتصاديه كبيره؟ يعني اكيد هو مو مستحيل، لكن صعب في الوقت الراهن. السبب يكون ببساطة أن بعض الدول تعتمد على دخل النفط بنسبة كبيرة. لازم يتجهون لتعدد الصناعات. الإمارات تعدد في الصناعات، الإمبورت والإكسبورت تعدد في الإمارات. لأن أنت قمت تعدد في صناعاتك، السياحة كدخل، النفط كدخل، الصناعات المحلية كدخل، ما راح تتأثر من أي شيء يكون على الأسواق العالمية. اليوم عندك اليونان اللي اعتمدت على السياحة، صار فيها اليونان طاحت وصار عندها اللي هو الريسيشن. لأن تعتمد على دخل واحد يشكل عليك خطر كبير للمستقبل. الأهم الوعي. كل دولة في الخليج اليوم لها رؤية متميزة، لكن اللي خلت الإمارات تفرق عن هذه الدول طريقة إتقان رؤية الإمارات بالطريقة الصحيحة بالوقت الصحيح والمشاريع الصحيحة لليوم. الإمارات قاعدة تستفيد منها، مثل برج خليفة كان سياحي صار استثماري، وأيضا مستثمر أجنبي يشوف البرج يشوف المنطقة اللي حوالينا ويستثمر. طيب كيف ينظرون لها النظرة؟ يعني اليوم أنت أكيد رسالتك كانت مع أكيد كثير من الطلاب اللي قدموا رسالهم، كيف يشوفون نظرة أيضا الأجانب لهذه التجربة الإماراتية اللي أنت درستها اقتصادية؟ الكل يوم في الدول الأجنبية يتكلم عن تجربة الإمارات، خصوصا دبي كيف تطورت دبي في آخر 10 سنوات. الكل حاب يزور دبي ويشوف دبي كمعلم سياحي. دائما كنت أقول في البحث مع إكسبو 2020 أن يعني كل مشاريع اليوم الإمارات متجهة نحو إكسبو 2020 وراح تنتهي خلنا نقول قبل إكسبو 2020 بفترة. نجاح هذه المشاريع نجاح إكسبو 2020 راح يتغير السوق الإماراتي من سوق ناشئ إلى سوق متطور وحديث بيقدر ينافس الدول الخارجية. طبعا الإمارات كسبت ثقة الدول الخارجية بطريقة جدا بسيطة، كل ما كانت تواجه تحدي كانت يرجع السوق الإماراتي أقوى. في 2008 بعد الأزمة العالمية طبعا كثير من الدول تأثرت، الإمارات غيرت المنهجية، راحت على تعدد الصناعات، قللت اعتماد على النفط. 2014 الإثبات أن الإمارات حازت على بين 10 أكبر أسواق واحدة في العالم وجذبت 14.4 بليون دولار من الاستثمار الأجنبي. ما في دولة في المنطقة توصل لهذا هذا المكان. طبعا التميز كنا اليوم متميزين، لكن لازم الإمارات تحافظ على هذا التميز مع إكسبو 2020 ليكون نقلة نوعية في السوق الإماراتي. نعم. طيب القراءة اللي وفرها هذا البحث لمستقبل الاقتصاد الإماراتي، نعم، فيما بعد إكسبو 2020 هل وفر البحث قراءة من هذا النوع؟ نعم، وفرنا قراءة خلنا نقول بسيطة. طبعا دول الخليج اليوم في منافسة مع إكسبو 2020، عندك عمان ضخت 114 بليون على 40 مشروع ضخم ينتهون على غرب إكسبو 2020، وعندك السعودية اللي هو مشروع اللي هو المملكة للوليد بن طلال بكلفة 4.6 مليار دولار، كل هذه المشاريع تتوجه إلى إكسبو 2020 راح يكون نقلة نوعية للمنطقة ككل. طبعا الإمارات خصيصا الإمارات هي اللي راح تكون الهوست للإكسبو 2020. ما بعد الإكسبو 2020 إذا الإمارات اليوم واصلت على نفس المنهجية في التميز وقدرت أن تحافظ على هذا التميز وتوفر أفضل حياة للجميع كما قال الشيخ صايد الله يرحمه، وأيضا كما قال محمد بن راشد في مقابلة البي بي سي أن دور الحكومة الإماراتية تحقيق السعادة للناس، الإمارات راح يكون لها دور متميز على المستوى العالمي أن هي تنافس أسواق نفس اليابان، ألمانيا وأيضا الأسواق الأمريكية. يعني دائما لما نشوف الدول اللي تقدمت يعني الاسيويه ان صح التعبير دائما نشوفها تهتم بالمشاريع الصغيره والمتوسطه. صحيح. اثر النمو الاقتصادي في دوله الامارات خاصه باهتمامها ايضا في الفتره الاخيره بالمشاريع الصغيره والمتوسطه. خلينا نقول المشاريع الصغيره والمتوسطه اللي يعتمدون عليها الشباب. الشباب راح يكون اهم ركيزه للمستقبل. محمد بن راشد بن لاحظ في اكثر من
محفل يدعم الشباب بشكل كبير ودائما يقول لهم ان النصر راح يكون حليفكم اذا انت ثابرت واجتهدت. هذا المشروع الصغير اللي انت اليوم تشوفه في المستقبل راح يكبر اذا انت دعمته وساعدت انه هو يوصل، وراح يكون متميز، راح يوفر الاقتصاد دخل جديد، راح يساعدك كبير في التطور. طبعا اذا جاء حتى المستثمرين الاجانب، المستثمر الاجنبي ما يستفيد منه احنا اليوم كمستثمر فقط في الديره، نستفيد منه من شغله اهم، ينقل خبره ينقل معرفه. صحيح. احنا نحتاج نتعلم من الدول اللي تطورت ووصلت، نتعلم من خبراتهم. احنا اليوم لو تعلمنا من خبراتهم احنا مو غلط ان احنا ما نعرف، مو غلط صح، مو غلط ان احنا نخطئ، غلط ان احنا نستمر في الخطا نفسه ونبني على الخطا نفسه وما نطور من نفسنا. صحيح. لكن اذا احنا اتجهنا وتعلمنا من الاخطاء أكيد راح يكون أدور متميز في التطور واستدامة الاقتصاد. نعم أستاذ، يعني أنا أقدر حتى أحس أن هاي الرسالة أثرت حتى يمكن على شخصك بطريقة أو أخرى، يعني إيجابي إيجابي. نعم ما شاء الله في إيجابية كبيرة ما شاء الله من حيث كلامك، يعني على المستوى الشخصي اليوم استلهامك أيضا من هذه الدراسة أو من هذه التجربة اللي نقلتها عبر هذا البحث. البحث كان تحدي كبير بالنسبة لي. أول يوم قعدت مع الدكتور قال لي البحث راح يكون عليك جهد مضاعف من كل الطلاب، الفترة قصيرة، البحث ما حد سواه من قبل معناته ما راح تحصل مصادر، راح يكون لك دور كبير انك راح تحط جهد، لكن اذا حطت الجهد المناسب في الوقت المناسب راح تحوز ان شاء الله على جائزة. كان البحث يخليني لازم اتنقل بين دول اللي هو بين مناطق بريطانيا عشان اجمع الكتاب، الكتاب كنا اخذ منه سطر. كنت بين 3 أيام اتنقل بين 3 مدن، يا اني اصور مقابلة يا اني اجمع الكتاب. على سبيل الشخص تحديت نفسي إنه ما في شيء مستحيل، إذا أنا أبي أوصل حق الشيء بإمكاني أوصله، إذا أنا أعرف شنو قدراتي وش اللي شيء لازم أطوره من نفسي ممكن أنا أوصل إلى هذا الشيء. طبعا على سبيل الشخص أنا الحين أتمنى إن هذا البحث أوصل المسؤولين في الإمارات لتطبيقه فعليا في الإمارات وما نخليه كمجرد بحث أكاديمي. وأيضا أتمنى إني أوصل الدكتوراه في نفس الموضوع، طبعا أن توفر الدعم المطلوب. وورد أقول إنه ما في شيء مستحيل، إذا الشخص بيوصل إلى مكان يقدر إنه هو يثابر ويجتهد ويعلم نفسه عشان يوصل. يعطيك العافية، يعني كلمات إيجابية وإن شاء الله طموحة، وبإذن الله يبارك لك قريبا إن شاء الله بعد تأخذ الدكتوراه، وإن شاء الله يعني من يعني هذه الرسالة توصل للمسؤولين بإذن الله تعالى، وكل التوفيق إن شاء الله لك. شكرا لك. شرفت إني كنت معكم اليوم في برنامج روح الاتحاد، وإن شاء الله لنا لقاءات قريبة إن شاء الله. الشكر لك أستاذ منذر فيصل محمد على هذه الوقفة وإثراء حلقتنا أيضا بهذه المعلومات القيمة حول اقتصاد دولة الإمارات. يمكن صفية أتذكر في هذه اللحظة كلمة سيدة صاحب الشيخ محمود بن زايد لما يقول اليوم نحن ما راح نزعل إذا صدرنا أخبار، بالعكس راح نفرح لأن اليوم في تعدد كبير، ما راح نركز أيضا على النفط، على صناعات ومنتجات أخرى ومختلفة. فاصل قصير ونرجع وياكم مشاهدينا.